من كتاب الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل منظور جديد، تدبير جديد، تسيير جديد، نفس جديد،
تواجده في الساحل الحمد لله، و يعني سنين طويلة، وهنا بكل تقدير واحترام كنتوجه للأستاذ الجليل المناضل التجمعي الصامد السيد المنسق الإقليمي الأستاذ عبد الله حسيسن. السيد الذي أعطى ويعطي الشيء الكثير لحزب التجمع الوطني، وأقولها بكل صدق للسي محمد بوهريز، راه الأستاذ عبد الله حسيسن لعب واحد الدور كبير من أجل تقوية وحفاظ وإشعاع التجمع الوطني على مستوى هذا الإقليم. كنتمناو إن شاء الله حتى إشعاع الصعيد الوطني مستقبلا. أيها الإخوة، حتى لا أطيل عليكم، هناك مجموعة ديال التدخلات. حنايا الهدف ديالنا هو أنه الحزب ديالنا، كما كنتوجه كافة الممثلين ديال الأحزاب الإخوان الأحزاب السياسية، خاصنا أسلوب جديد ديال الممارسة السياسية. هناك واحد النوع ديال العزوف، هناك واحد النوع ديال السياق والتضمر. كنتمنى تكون بعد هذا اليوم المبارك انطلاقة على أساس أحزاب قائمة، علاقات مع المواطن، ما تكونش الدكاكين انتخابية.